بارك على لجنة الانتخابات صراحة، الترتيبات اللي عملتها طيبة، ومن أعتقد عملية الانتخاب راح تكون سهلة وسلسة، ونتمنى أن جميع التجار إن شاء الله يشاركون في هذا الحفل الانتخابي، وأن أتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله في الانتخابات، كل المرشحين بدون استثناء. وطبعا هذه العمل عمل تطوعي ولخدمة التجار واقتصاد الوطن إن شاء الله. وأنا أحب يعني أبارك للقيادة إن شاء الله على 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 هذا العرس الانتخابي، رجال الأعمال والمشاركة تحت جلالة الملك طبعا في 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 ظل القيادة والتطور اللي حاصل في هذا البلد. والبحرين تفخر بالغرفة بوجودها الحين فوق 82-83 سنة، عمرها من أقدم الغرف في 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 تاريخ الشرق الأوسط. لذلك يعني نتمنى كل التوفيق للجميع. هل يمكن فرص نجاحكم في الانتخابات؟ يعني كل التنبؤات فرصنا نجاحنا. نعم. احنا صراحة فرص النجاح يعني يعتمد على الناخب. احنا عملنا برنامجنا خلال الحملات الانتخابية، وعرضنا برامجنا لأصحاب رجال الأعمال، والتوفيق من رب العالمين إن شاء الله، وهم يختارون اللي يشوفونه مناسب اللي يمثلهم في خلال 4 سنوات القادمة إن شاء الله. دائما كانت يعني أصابع الاتهام توجه إلى كانت المجلس لمؤسسة الصغيرة المتوسطة كانت مهمشة دائما. برأيكم بالنسبة للدورة القادمة ما هي أولويتكم لهذا الشأن؟ أنا أختلف معهم، كان أكثر الطروحات وأكثر المواضيع اللي وضعت بنصب أعياننا في خلال 4 سنوات كانت يعني تحاول تعالج مواضيع تخص الشركات المتوسطة والصغيرة، بما في ذلك طبعا التشريعات والقرارات اللي حصلت لما تحصل بخصوص الاقتصاد الوطني أو العمل التجاري في البحرين. القانون ما يفرق بين مؤسسات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، القوانين اللي إحنا حطينا اقتراحاتنا وتوصياتنا بالنسبة أو رأينا كان يعني فوق 100 قانون بين قانون وتشريع، وكان يصب في مصلحة التاجر. لما إذا قرار مثلا عمل رسوم تغيير رسوم أو شيء ما راح يضر بس صغير، هذا جميع فئات الشركات الكبيرة والصغيرة في نفس القارب. لذلك يعني أنا أختلف من يقول إن الشركات المتوسطة والصغيرة يعني دورهم مهمش ولا يدافع عنهم. ارجع إلى الدراسات وارجع إلى المواضيع في خلال 4 سنوات اللي راحت، وبتلاحظ أن أغلبية المواضيع اللي طرحت تخدم وتشتغل للدفاع عن هذه الفئة. هل سيد الاستاذ محمد مبشر، هناك من يرى أن الإقبال يعني اليوم لن يكون كالدورة السابقة وما قبلها، كيف ترى ذلك وما هي كلمتك للناخبين؟ أنا أختلف، أنتوا حين تشوفون شلون الإقبال صاير الحين. في نفس الوقت اليوم العملية لا تقاس ب 2018 أو 2017، انتخابات 2019 كانت استثنائية، المنافسة كانت محتدمة وكان الترويج كبير جدا وقوي، لأن كانت يعني دخلنا احنا بمنظور يعني في الكتلة الرئيسية كانت قوية. دائما الكتلة الرئيسية هي المجلس، أعضاء مجلس الإدارة اللي كانوا في الدورات السابقة، بس احنا جينا من وراء. لذلك كانت ترويج قوي وكانت انتخابات استثنائية، حتى ربات البيوت كانوا يسمعون يتابعون اخبار الغرفة وانتخابات الغرفة في الدورة السابقة. هذا ما كان صار من قبل. انا شاركت انتخابات 2006 وفوقها وقبلها وفي اللجان من الثمانينات، ما شفت في حياتي انتخابات مثل انتخابات 2018 لذلك لا يعتبر ان هذا قياس. القياس احنا اعتقد راح نرجع الى الامر، بس ان شاء الله الله يوفق. بس انا متفائل
انه راح يكون الاقبال قوي. هل يمكن استيعاب المرشحين اللي ما حالفهم الحظ في اللجان؟ ليش لا؟ ليش لا؟ احنا بالعكس، احنا كل التجار وكل المشاركين اللي عنده قابليه انه يعمل عمل تطوعي، للامانه يا اخوان ترى هذا العمل عمل ببلاش على حساب اعمالنا الخاصه، على اوقاتنا، على عائلاتنا. يعني احنا الكل يبقي يعمل ويخدم الوطن، ولكن احنا انا ما اقبل اي شخص يبقي يدخل في معترك الانتخابات في الغرفه او في اللجان للوجاهه. هذه الوجاهه غير مقبوله عندي ولا راح اقبلها. ولكن اذا عند الواحد عنده القابليه انه يشتغل ويشارك ويحاول يخدم ويدخل بعملية إيجابية لمصلحة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة في البحرين، حياها الله. أبو بشار، في كلام يقولون أن مجلس الإدارة الحالي موجود أكثر مجلس إدارة من تأسيس الغرفة للآن يداوم في الغرفة. أنا ما داومت مكتبي صار 3 سنوات. يداوم في الغرفة؟ أقول لك أنا ما داومت في مكتبي الخاص صار لي 3 سنوات. يعطيك العافية. زين. الله يسلمك.